ولمناقشة محاولات الحكومة بيع أملاك الدولة وخصصت الكهرباء للهروب من الأزمة الاقتصادية، معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي السيد حسين العليان، معنا عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. يعني أزمة اقتصادية متفاقمة في العراق، والحلول الحكومية على ما يبدو تقتصر على رفع سعر صرف الدولار، والآن تتجه إلى خصخصة دوائر خدمات حكومية. لماذا تلجأ الحكومة للهروب من الأزمة الاقتصادية بدلا من حلها؟ يعني أولا ليس لدينا في العراق اليوم ولا بالأمس حكومات ذات رؤية وذات صلاحيات أو ذات ولاية على البلد. نعم. والثروات، وهذا أمر مفروغ منه. يعني أضحى مناقشته شيء من التكرار. الكهرباء كما تحدث تقريركم لم يصرف عليها 40 مليار دولار. نحن أقمنا ندوة في 2012 في عمان أو 2011 في عمان، وحضرها قطاع واسع من المختصين في شأن الكهرباء، سواء من المدراء العامين السابقين أو الوزراء أو المهندسين أو أهل القطاع الخاص والقطاع العام في الدولة. وآنذاك كان الصرف على الكهرباء يتجاوز 36 مليار دولار. اليوم المصاريف على الكهرباء لا أحد يستطيع أن يجزم كم المبلغ الذي صرف. بعض التقارير تتحدث عن مبلغ تجاوز 90 مليار دولار مصروفات على الكهرباء، ولا نملك كهرباء حتى اللحظة. الكهرباء في العراق تعني الاستقرار، تعني التنمية، تعني إعادة دوران الإنتاج في العراق، وبالتالي لا أحد معني في هذا الملف. نعم. لا في الإقليم ولا دولي ولا محلي، سيما وأن الفاسدين الصغار الذين ينهبون العراق ينهبوا بأوامر خارجية، ينهبوا بحماية خارجية، هم محميين بسراق إقليميين ودوليين أكبر منهم. وبالتالي هذا الملف من العبث الحديث عن موضوع الكهرباء يعني دون النظر إلى التدخلات الكبرى في ليست مسألة العراق. ليست مسألة محلية بطبيعة الحال. بالتأكيد. يعني كيف يمكن أن يستوعب المشاهد أن بلدا نفطيا كالعراق، يعني هو من أكبر احتياطات النفط في العالم كله، نتحدث عن عدم استقرار في الكهرباء، لا يوجد كهرباء في العراق، هذه مصيبة. أخي الكريم، الغاز الزائد الناتج العربي عن الآبار في العراق يشغل كل محطات الكهرباء الممكن. يعني يكفي العراق لإنتاج الغاز السائل للمنازل والاستخدام المنزلي والصناعي، ويكفي لتشغيل كل محطات الكهرباء، ولا أحد يلتفت لهذا الأمر. نعم. ولا أحد معني بإنشاء محطات غازية. إذن هي مسألة إرادة دكتور، يعني هي مسألة إرادة. المسألة إرادة. نعم نعم. طيب هي إرادة وتدخل خارجي. طيب عندما يتم الحديث عن نواب يتحدثون عن بيع محطتي كهرباء في البصرة إلى إحدى الشركات الأهلية الخاصة، كيف تنظرون إلى هذه الخطوات؟ يعني هل تعتقدون أن هذه الخطوات من الممكن أن تكون جزءا من الحل، أم أنها تعبر عن انهيار اقتصادي أو تعبر عن عجز حكومي لحل هذه المشكلات؟ هي تعبر عن تخبط. أولا تعبر عن تخبط داخلي لأناس يديرون البلد بلا رؤية، بلا إرادة، بلا سيادة، بلا تقرير. يعني هم ليش أصحاب قرار بهذا الشأن؟ هناك تجربة للقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، أكيد أنتم تابعتوها، وكان أحد الحاضرين لمؤتمر 2011 في عمان اللي هو السيد أحمد إسماعيل. سيد أحمد إسماعيل لا علاقة له بالكهرباء، ولم يكن يوما مهندسا كهربائيا، لكنه رجل قرر أن يستثمر بالكهرباء. اليوم بنتج 3000 ميجا وبيبيع الدولة بعقود 3000 ميجا، وبنتج في كردستان وبنتج في الوسط في العراق. لكنه إذا تستمع لأحمد أستاذ أحمد، وبإمكانكم الاتصال فيه ومناقشته عن معاناته في إنتاج الكهرباء مع الحكومات المتعاقبة، وهو يستطيع أن يغطي كل الإنتاج. القطاع الخاص قادر أن يعمل بالكهرباء وينتج، سيما وأنه هي قطاع خدمي. نعم. يعني هي ليست قطاع إنتاجي. حدثني عن القطاعات الإنتاجية التي دمرت وبيعت في العراق. أين معامل الإسمنت؟ نعم. أين معامل العكشات في العراق؟ أين منشآت صناعية في العراق التي كانت تنتج للبنى التحتية كل شيء، تنتج للكهرباء بناها التحتية، أين هي؟ يعني الكيبل كان ينتج في العراق. هل ثمة علاقة أستاذ؟ نعم.
هل ثمت علاقة بين هذا كله وبين يعني الأحزاب والذين يحكمون العراق وأرباب المحاصصة؟ لأن هناك نواب في البرلمان أكدوا أن بيع المحطتين في البصرة على سبيل المثال يمهد لبيع أصول الدولة إلى الشركات الخاصة. هل نستطيع أن نتكلم عن اتجاه لبسط سيطرة الأحزاب على اقتصاد العراق وثراء الأحزاب على حساب المواطن العراقي؟ هي سيطرت، هي لم يعني هي مو تسعى للسيطرة، هي سيطرت. وأستاذ الذي رسم المنهج كله لهؤلاء هو برايمر. برايمر كان يود أن يبيع كل الممتلكات السيادية للدولة العراقية بما فيها قصور الرئاسة في العراق، دعم، وخصص كل شيء منذ ذلك اليوم. وهؤلاء يسيرون على منهج برايمر خطوة خطوة تماما. لا أحد يستطيع الانحراف عن خطى برايمر وخطى يعني من استفاد من نتائج غزو العراق في الإقليم. وبالتالي أنت اليوم لا تحدثني عن أن هناك حكومات في العراق. نعم، هناك في العراق حكومات ظل للخارج، هناك في العراق حكومات أراغوزات للخارج تنفذ سياسات خارجية وغير معنية بمسائل الشعب العراقي. وكل انتفاضة يقوم فيها العراقيين شاهدت ماذا تفعل الحكومات كلها. نعم، ومن يدافع عن مكاسب الخارج ويدافع عن مكاسب الميليشيات والأحزاب المتنفذة. الأحزاب المتنفذة هي عبارة عن وكلاء صغار في مشروع تدمير العراق. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ حسين العليان كاتب البحث السياسي، كنت معنا من عمان حول هذا الموضوع.